سلام بنات، من انكم تكونوا كلكم على خير وبخير. ان شاء الله غادي نكمل لكم الدرس الثالث ديال الدرس. غادي نخدموا ورقات بحال هكذا وهما مقسومين في الوسط. كان ورقات كيتخدموا هكذا نص دائرة هكذا، كاينه كتكون فيها شرطة هكذا في الوسط، وكاينه بحالها كتكون بحال هكذا، كتكون هاد البلاصه خاويه للدخلانيه. اولا كنخدموها حتى هي مدوبله، هادي مثلا نخدموها بحال هادي وعاد نخدموها دي فوق منها، اولا نخليوها خاويه ونعمروها بالعقيق. كاين هاد الشكل ديال نص دائره، هذا ساهل في الطرس، كيتخدم بحال هكذا، كيكون في الطرس بزاف الوريضات. كنخدموا هاد الشكل. الابره ديال الطرس كما كتعرفوا الرقم ديالها 5 هي هادي، والحرير المنبر محشي كما العاده. اول حاجه كنطلعوا الخيط من الجنب الفوقاني من هنايا، وكنهبطوا لهنا وكنديروا غريزات متقاربين، وكنضرب في الوسط فين عندي هنايا هاد الشرطه هادي. دائما كنقول لكم فاش يتخبل لكم الخيط ما تجروش، ردوه اللور وقادوه. كتضربي هنايا غرزات متقاربين، بعد ما كنحط انا عليها على نفس الغرزه. ملي كنوصلو حتى للراس عاوتاني كنوليو نهبطو، كنضربو في نفس الغرزة وكنهبطو لتحت بنفس الطريقة اللي خدمنا ديك الجنب، عاوتاني كنخدمو الجنب الآخر. هانتوما كما كتشوفوا هذا هو الشكل ديالها. دابا غادي نخدمو هاد الورقة هادي، حتى هي كنبداولها عاوتاني من الجنب بحال تقريبا الأخرى، هي هادي فيها القوس هكذا، كنحاولو نمشيو معاه نيشان. المهم كتبقاو ماشيين على الرشمه وصافي، على الجنب ديال الرشمه كيما كانت طايره او داخله ولا خارجه شويش كتخدموا عليها.
صافي ملي كنوصلوا للراس عاوتاني كنكونوا نهبطوا بحال الطريقه اللي خدمنا بها الورقه الاخرى اللي كنمشيو على الرشمه. ولات لنا الخيط وحنا كنخدمو في الوسط ديالها كنوليو نردوه اللور كنعقدو وكنركبو خيط جديد وكنكملو بيه. صافي كما كتشوفو هكذا كما كتشوفوا هذا هو الشكل ديالهم هكذا كيجيو وساهلين في الخدمه ما صعبينش. بالنسبه لهذه كنخدموها بنفس الطريقه غير هذا الوسطاني كيكون خاوي كنخدموا كنبداو مع الجنيب ديال الرسمه وكنبداو
صافي، هذا هو الدرس ديال اليوم. كنتمنى انه يكون جاكم سهل وكونوا متاكدين انكم عرفتوا تخدموا هاد الاشكال هادو بهذه الطريقه هادي، يعني جاكم متقونين ومزيانين. اي رسمه طاحت بين يديكم غادي تعرفوا تخدموها. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك واشتراك القناه وتبارطاجوا مع الاصدقاء ديالكم. بسلامه.